كمهندس مختص في علوم النحل، يواصل المهندس الزراعي حسين محمد مهامه التدريبية للطالبات في قسم المناحل بمعهد العلوم الزراعية في محافظة أبين، حيث صار بإمكانه إجراء الحصص التطبيقية مستعينا بخلايا النحل التابعة لمركز الأبحاث الزراعية في منطقة الكود. أعرفهم على الخلايا التقليدية والبلد المحسن. الفرق المحسن يعني أنه بيكون مستقر، يعني مش زي التقليدي. التقليدي يكون مرتاح فيها ويقوم بالبناء الشمع باستمرار. إلى جانب خلايا النحل، فالمركز المختص بإجراء البحوث الزراعية يمتلك مساحات واسعة من الأراضي التي يتم استغلالها من قبل المختصين في العلوم الزراعية لإجراء التجارب البحثية في علوم التربة والنبات، الأمر الذي ساعد في تحوله إلى مكان مناسب للتدريب في التخصصات الزراعية المختلفة. المحطة هذه تعتبر هي تاريخ من تاريخ اليمن، وعرفت المحطة عالمياً، والبحوث عرفت هذه المحطة. ولهذا لكن حصة نكبة في 27 مايو 2011، مما يعني طاح بكثير من معالم هذه المحطة. ونحن الآن بصدد إعادة بناء هذه المحطة، ونطلب من جهات الاختصاص الالتفات لهذه المحطة وتزويدها بالكادر الذي يمكن أن يعيد مجد وتاريخ المحطة. عودة النشاط العلمي والتعليمي في المركز الذي مضى على تأسيسه أكثر من 70 عام، جاء بعد إعادة تأهيله الأخيرة من قبل الجهات المعنية ورفضه بالتقنيات الحديثة التي ضمن وجودها إنهاء عقد من الإهمال والمحافظة على القيمة العلمية للمركز المصنف كمركز إقليمي مختص بوضع الدراسات والبحوث الزراعية الهامة.